علاش طالع لك الناس هادشي؟ قولي لي الصراحة علاش طالع لك النعاس؟ وليداتك وليداتك ما قالوا لك والو على الحوله يا اختي سعاد؟ لا ما الحولي وجابوا الناس الكاريون على الفحل. اختي سعاد علاش ما خديتيش الحول؟ شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي 5. وهذاك الاول شنو المشكل اللي عنده في عينه؟ كنضربوا لي العين ومشات لي العوينه خويا، ما بقاش كيشوف بها. كيشوفش بها دابا. وعنده تاخر في يعني لحدود الساعه. دابا الساعه تقريبا شحال الساعه دابا؟ شي 3. باقي ما خديتيش الحولي؟ باقي ما خديتيش الحولي اختي سعاد؟ باقي. غايجيو عندك شي ناس دابا يشوفوك ممكن؟ ماشي مشكل. وكنبغي نبشرك اختي سعاد، الحولي ديالك هو جاي دابا في الطريق. الله يسهل عليك اخويا، الله يسهل عليك، ما صعب. ادعي مع الناس اللي نفقوا، ادعي مع الناس اللي جبدوا الفلوس، ادعي مع الناس اللي شراو الحولي وحسوا بالناس اللي ما عندهمش وبكاو معاهم. الله يسهل عليهم في هاد العواشر، الله يسهل امرهم. هذا هو اللي كاين اختي. المهم اعطيني العنوان بالضبط فين ساكنه، الحولي ديالك جاي دابا. اللي كان كيشوف في البرارك؟ لا صافي عرفت، تما نوقف غير تما. جيبي لي معاك داك الوليد الكبير، يلا بغيت نشوف هذوك الوليدات فرحانين. يلا يلا، اللهم يسير. الله يرحم الوالدين. وعليكم السلام ورحمه الله خويا يونس، الخوت على المباشر من مدينه تماره. وكما كتشوفوا معنا دائما العمليه ديال توزيع الاضحيه متواصله، والساعة تشير إلى الثالثة صباحا. كنشكروا الخوت والحباب وذوي القلوب الرحيمة اللي تفاعلوا معنا من أول فيديو، من أول صورة، من أول حالة وفرنا لها أضحية العيد. كنبقاو سبب بسيط ونفضل بعض، الله كيرجع للمحسنين والخوت اللي في قلبهم الرحمة. واش في خباركم الخوت؟ قبيلة قلت لكم غندير لايف وغادي نهضر لكم على السيدة الأرملة اللي صورناها باش نشوفوا البلان كيفاش غنديروا معاها. واللهم لك الحمد، واحد البنيات ما عطلونيش، جيت القروش. الله يفرحهم يا ربي يوم القيامة بالجنة إن شاء الله، الله يرزقهم الجنة. مباشرة غيتواصلوا معايا جوج الشباب وغادي يعطيونا 1500 درهم، غنشريو مباشرة كبش عاود من جديد، وغادي نديوه دابا باش نفرحوا به أسرة أخرى. دينا لشي ناس في الصخيرات، في البساتين، في ميموزة، هنا في تمارة، في عين عودة، مجموعة من الحالات. اللهم لك الحمد، الافضل كيرجع لكم انتوما الخوت. باقي الخير، باقي الخير، وهادشي كيفاش شرب الخير، وهادشي كيفرح. حنا غنمشيو عند السيدة اللي عندها 4 الوليدات ولا 5 دابا، اللي مسكينة باقا ما معيداش، غتاخذ الأضحية ديالها. وغنمشيو عند السيدة مسكينة كذلك الأرملة اللي عندها الوليدات ساكنة في مسيرة واحد، وتا شي واحد ما جايب لها الخبار. فاللهم لك الحمد والشكر، باقي وجوه الخير، باقي ذوي القلوب الرحيمة. وحنا الآن على المباشر من مدينة تمارة، مدينة الخير والعطاء، باقي الخير جاي لقدام إن شاء الله. في هاد اللحظات غادي نشدو المسار في الاتجاه فين كراو الناس ديال دور الصافيح مساك اللي ديبانا. وهنا خويا بغيت ناخذ لواحد الناس حولي، اتصلوا بيا فين نمشي. الله يسهل عليك خويا يونس، اش غادي نقول لك؟ مشيت عند واحد الصادق، كانوا عنده واحد جوج الأكباش خديتهم، يقدر نقول لك الحوليه تلقاها دابا. الحوليه باقا عنده حوليه، قال لي ايوب لا حتى شي واحد الحوليه خويا، هي كاينه، هذا هو اللي كاين، هذه كيبيعها لك ماشي مشكل. ديجا عندهم الكوري تما وما بقاتش عندهم السلعه. مرحبا خويا يونس، مرحبا.
فكنبغي نقول لكم مره اخرى الله يرحم ليكم الوالدين، ما غنديو معنا حتى شي حاجه في الدنيا هذه، غنديو معنا الاعمال ديالنا، شنو درنا، شنو خلينا من ورانا، شنو حتى حاجه ما غديوها. اللهم لك الحمد، كنبغي نبشركم بشارات خير اننا الحمد لله وصلنا ل 20 كبش، والحمد لله بعض الحالات اللي كان خاصها شويه فلوس وتكمل الاضحيه ديالها. يعني كاين مسكين اللي كان جامع 1000 درهم ما خداتلوش الحولي، كاين اللي كان جامع 700 درهم، الحمد لله حاولنا نكملوا الناس شويه من هنا شويه من هنا، وقادينا الامور اللهم لك الحمد. وكانت واحد الامور اللي زوينه اللهم يسر. انا في تماره بغيت ليهم خروف، الله يسهل عليك خويا يونس، والله ما نكذب عليك. الاخوت اللي معنا في اللايف الا عندكم شي فكره، خونا يونس بغى يتقدى لشي ناس الاضحيه ديال العيد الله يرحم الوالدين، وبغى شي واحد اللي كيبيع الاضحيه دابا يقدر يلقاه، الله يجازيكم بخير، شي واحد يفيدنا ولا يجاوب خونا يونس في التعليق، الله يسهل امركم. اللهم لك الحمد، باقي الخير الخوت في البلاد، باقي الخير. ها قلتها قبيله في اللايف، المغاربه ولاد الخير ولاد الاصل، المغاربه ولاد الخير ولاد الاصل ولاد الكرام، هذا هو اللي كاين. لونسينا السيده الارمله قبيله، يسر لها الله ويسر للسيده اخرى مولات خمسه الوليدات هنايا، اللي جالسه مسكينه قالت والله من محان راسي، والولد الكبير مسكين اللي مضروبه عليه عينه ما بقاش كيشوف، كيقول لها ماما الحولي الحولي الحولي، حينتاش سمع الحواله في الجناب تما هو ما قدراتش ماما تاخذ ليه الحولي، يلاه تكافات مع الصحه ديالها، ربما صحتها مسكينه راه في واحد تدهور متواصل، الله يدير شي فرج يا رب. ربي كبير الخوت، ربي كبير. الساعة تشير الحمد لله إلى الثالثة صباحا، وعملية توزيع أضحية العيد متواصلة، فنتمناو من الله الخير. فهاد اللحظة غادي نحطوا واحد الأضحية هنا، وإن شاء الله غنزيدوا مباشرة القدام جيد المسيرة واحد، كذلك غنحطوا واحد الكبش آخر، وبهذا غادي نكونوا ختمنا إن شاء الله. هذيك نمرة التليفون صوني، وهكذا غادي نكونوا ان شاء الله ختمنا الامور يا ربي، هذا هو اللي كاين. فالله يفرج على كل واحد والله يسخر الامور. وكنبغي نقولها دائما الخوت اللي قدر اللي قدر. اخويا يونس واحد الصديق قال لك راه الحواله في طريق عين عتيق من الفوق طريق الساقيه، دونك بحال غادي يجي المارشي ديال الخضره الكرو، وبحال غادي يجي عين عتيق من تما غتلقى الناس صحاب الحواله. اييه كاينين الكواره تما معلم خويا رشيد، خويا يونس غادي يمشي بداك الاتجاه وراه غادي تلقى الامور تما. خويا الغزال اللي في الصخيرات، الدراري اللي تلاقيتهم في الصخيرات الله يكبر بكم، راه قضيت الغرض اخوتي الحواله اللور، انا غنشارك معكم الامور. اختي نعم اخويا فين وصلتي؟ انا خارجه عندك. يلا خرجي عندي اختي الله يسهلك باش تاخذي الامور ديالك. مرحبا مرحبا اختي، مرحبا مرحبا. انتم الخوت لا طير يا طير ولا شي حاجه تسير، هذا هو اللي كان. كما كتشوفوا معنا الخوت، هو الخير ديال الله هنايا عندنا، هادو دابا غيمشيو لمواليهم ان شاء الله تعالى. ها انتم الامور الله يسخر الامور. حنا الان على المباشر من مدينه تماره، فكنتمناو من الله الخير والتيسير للجميع. انا الجنبات ديال دوار بن ناصر ودوار بن المكي اللي شملاتو عمليه الهدم هنا بقى بيت الله، فالله يتقبل من كل واحد، ونتمناو من الله الخير والتيسير. ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله وليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.